نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص، وضيفنا اليوم لا بلاش اللقاء الخاص، يلا نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن اللقاء. يلا نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج أهل الهمة عبر قناة مرايا العربية. ونحن الآن في العاصمة عمان، وتحديدا في منطقة جبل حسين، في ضيافة كفاءة أردنية جديدة. ومعي الآن سعادة الأستاذ مأمون إبراهيم الخوالدي أبو صهيب من الموثوق لتحقيق الحسابات والاستشارات المحاسبية والضريبية. مساء الخير أبو صهيب بداية. أهلا، مساء النور. أهلا، منورنا سيدي، وأنت بالتأكيد من الكفاءات الأردنية اللي بنعتز ونفتخر فيهم كمدقق حسابات ومدير مالي لمدة 25 عام لكبرى الشركات في هذا المجال. بداية سيدي، وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في هذا القطاع وفي العاصمة عمان تحديدا، نتحدث يا سيدي عن الجانب الشخصي، نتحدث عن مكان ولادتك، دراستك، بداية حياتك العمل، أهم الدورات شاركت فيها وفترة الخدمة، والعائلة الصغيرة، كم لديك من الأبناء؟ بداية أنا مواليد عمان، مواليد سنة 63، يعني ما درست بالجامعة الأردنية، تخرجت بالجامعة الأردنية من محاسبة. الحمد لله فور يعني خلصت الشهادة الجامعية، يعني اشتغلت في مجال الأودة مع كبرى يعني المكاتب اللي موجودة هون. استلمت لاين برضو وظيفة، كنت مدير مالي في كبرى الشركات في الأردن لفترة طويلة برضو، كان هذا ومالي يعني في قطاع الزراعة، كان متخصص هذا. كان إلي برضو اشتغلت كمراقب مالي لإحدى الشركات الاستثمارية، أو إحدى الشركات اللي كانت تشتغل بالريتيل أو بتجارة التجزئة. بالإضافة لذلك طلعت من فترة خارج البلد، اشتغلت بحدود سنتين، كان هناك اشتغلت في احدى الدول العربية في وظيفة برضو مركز اداري مدير مالي وعضو مجلس تنفيذي كنت في خلالها. انا بحكي لك انه تقلدت خلال فترة خبرتي يعني مناصب ادارية، وكنت عضو في يعني كنت عضو في مجالس الادارة، وكنا يعني بجانب اصحاب القرار او متخذين القرار اكثر من شغلنا. كان شغلنا بالإدارة المالية تزويد أصحاب القرار بالأرقام أكثر من أنه بس إدارة محاسبة، يعني ترفعنا أو رفعنا من شأنه. وفي النهاية أنا مدقق مجاز وزاولت أعمال التدقيق، فتحت مكتبي الخاص فيه. لا أخفيك المكتب يعني بنمارس فيه أعمال التدقيق، بنمارس فيه أعمال الاستشارات الضريبية، ولكن متخصصين أكثر في مجال نتيجة الخبرات الإدارية والمحاسبية الطويلة في المجال. شفت حالي مثلا في مجال دراسات الجدوى الاستشارات المالية، وهذا السوق متعطش له في الأردن وفي حاجة له فعلي يعني. فميلي يعني معظم شغلي أو يعني أغلبية شغلي بيجي من ضمن الإطار هذا بالاستشارات المالية ودراسات الجدوى والشغلات هذه. سألتني عن أولادي. أنا الحمد لله عندي 4 أبناء، 3 أولاد وبنت يعني صغيرة. ابني الكبير خلص جامعة وبيشتغل مدقق في إحدى مكاتب التدقيق اللي يعني من البيك تن يعني في الفيرمونة. ابني الثاني خلص توجيه السنة وهي سجلناه بالجامعة الألمانية، وإن شاء الله أنه يعني، والبقية واحد بالعاشر والصغير اللي سعينا على الطريق يعني الحمد لله. الله يخلي لك إياهم. يعني أستاذ مأمون، نتحدث عن هالشركة، شركة الموثوق لتحقيق الحسابات والاستشارات، يعني متى تم افتتاح هذه الشركة؟ نتحدث عن طبيعة عملكم، أنتم متخصصين بأي مجال تحديدا؟ أيضا نتحدث عن آلية العمل بشكل عام. طيب احنا خليني احكي لك يعني الموثوق مكتب يعني عمره صغير، يعني مش اكثر من سنتين يعني كمكتب تدقيق قائم. جميل. طبعا انت لما تيجي تفتح على خبرات كبيره وتدخل في مجال، دخلنا السوق وعساس انه انت بتقدر تقدم الخبرات حسب اللي عندك، بتقدر تقدم خبرات في التدقيق، عندك الكفاءة بالتدقيق بصفتك عضو في جمعية مدققين الحسابات، بتقدر تقدم استشارات ضريبية، قضايا الخبرة في المحاكم برضو دخلنا فيها،
دخلنا في قضايا الاستشارات التدقيق الداخلي او عقود التدقيق والدراسات الجدوى، وهذه نجحنا فيها وعملنا فيها كمان مجهود. احكي لك انه المهنه او في صعوبه لما تعمل شيفتنج من يعني من القطاع او تكون كموظف تتحول كصاحب بزنس او صاحب مصلحه، في صعوبات بتواجهك وبحاجه لوقت لتذويب هذه الصعوبات، يعني لانك انت بتكون ضمن خبرات معينة، ضمن فكر معين مستقر، انت بتيجي على وضع في القطاع خاص، انت بدك تخلق الزبائن، تخلق الفرص، تعمل والحمد لله الفرصة يعني قدامنا، ونتأمل إن شاء الله يعني ماشيين خطوات، بس نحكيها يعني سنتين غير كافيات يعني مشان نحكم على مكتب، لأنه إحنا زي في مرحلة نتلمس خطواتنا وين هو المسار الصح اللي بتناسب مع خبراتنا. تأكيد أستاذ مأمون، نتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم في هذا القطاع. طيب أنا قبل ما أتحدث عن المشاكل بدي أتحدث عن الجمعية. من 10 سنين أو في السنوات الأخيرة صار في هيئة مستقلة أو صار عندنا جمعية مستقلة. هذه الجمعية بتأدي دور حلو وصار لها دور مستقل. كان المدق أو التدقيق كان هو عبارة زي جزء يعني تابع لمن ديوان ولا إشي كجهة حكومية. هلا صار عندنا جمعية مستقلة ترعى، خلينا نحكي أعضائها، بتقدم لهم التدريب، في عنا مجلس منتخب انتخاب حر، هذا المجلس في عنا لجان منبثقة عنه، في عنا لجان التدريب، في عنا لجان التفتيش، في عنا لجان الإسكان، كل هذه اللجان صار في لازم أنت مشان تأخذ إجازة المزاولة لازم تكون قطعت على الأقل 25 ساعة تدريبية في السنة مشان تتجدد لك. هذه الشغلات طورت وأعطت هيكلية للمدقق أو للمن. نعم. وبحاولوا، لكن بتضل الصورة زي ما بحكي مش كاملة، أو الجهود لسه في بداياتها وبنبنى عليها. التدقيق بالتحديد أو مهنة بحاجة تحكي والله أصحاب شركات يجي يغيرك أو يغير مدقق، في لها يعني في لها انه بدك تكون بنيت اسم خلال الفتره، تبدا تدخل تاكس السوق وتبدا انك تاخذ العملاء. تمام. هذه كانت احدى المشاكل يعني، وحقيقه قد ما حاولت الجمعيه تحط اطر لغايه الان في مشاكل بتواجه الناس اللي بياخذوا الاجازات الجديده. في لازم يكون تأهيل، لأنه أنا غير مؤهل إني أنافس مكاتب مؤسسة من عمرها 15 و10، بس لازم ولا بدي أشاركهم بالدخل، ولكن بدك يكون عندك أساس واضح إنك تضمن لهالمدقق إنه يستمر في شغله، طبعا ضمن أسس معينة، يعني يستمر في شغله ضمن انك تضمن له انه ياخذ حد ادنى من الشركات، توجد طريقه معينه انه تسمح له يدخل السوق مشان يقدر ينافس، لانه دخولنا للسوق صعب، وبينه وبينك في بعض يعني بعض الممارسات السيئه برضه من بعض الزملاء للاسف، يعني هذا برضه مؤثره وبتخلق نوع من المنافسه غير الشريفه اللي هي احنا برضه هذه مشكلتنا. معظم قطاع الشركات والأردن هو من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. هلا قطاع شركات الأموال هي قطاع محكوم ولازم يحط مدقق، ودور المدقق واضح جدا لأنه بتطلب كل القوانين والهيئات الدولية يعني ومطلوب يعني بالقوانين. لكن في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتحديد معظم مالكينها أو معظم أصحابها هم اللي قائمين على الشركة، فبنظروا لمهنة التدقيق كمهنة استكمال متطلب قانوني وليس كمهنة تقييمية لوضع، أو ولو أنه هي هذه المهنة إذا نظر إليها بطريقة تانية من أصحاب هذه العلاقة ممكن يستفيدوا من خبرات المدققين الخارجيين بكتب ملاحظات بكلها، يستفيدوا منه أنه يعني يأخذوا بالشركة في الاتجاه الصح، يعني لأنه معظم الشركات
المتعثرة في الأردن أنا باعتقادي الشخصي هي شركات متعثرة، لأنه في الشيء يعني موضوع المال هي متعثرة ماليا وإداريا وليس متعثرة بفنيا. ليه؟ لأنه لا تعني تأخذ العناية الكافية في موضوع الإشراف المالي، الرقابة المالية، الطرق المحاسبة التكاليف. عندنا ندرة في محاسبة التكاليف بالأردن، والناس اللي بتفهم قد تكون في شركات صناعية بتشتغل وبتسعر قاعدة على أنظمة لا تعطيها أرقام. المحاسب معروفة، إذا بدك تشتغل صح بدك تنجح لازم يكون عندك صحيح. نظام مالي يعطيك أرقام واقعية دقيقة يساعد متخذ القرار أن يأخذ القرارات الصح. لكن دورنا محصور إنه إحنا بس إنه إحنا مدققين بدنا نلبي بدنا هالميزانية مشان نكمل متطلبات وزارة الصناعة. الأتعاب اللي مطروحة بالسوق لا تتناسب مع الجهد، لو بدك تبذل جهد كبير ما تتناسب. ولو إنه لو جيت قارنت أتعاب التدقيق في أي ميزانية شركة بتلاقيهاش لا تتجاوز النص بالألف حط فواصل يعني عن قيم الشركة، وهذا الحكي مش منطقي يعني ولا مقبول مع الدور اللي مطلوب من المدقق أو المسؤولية اللي محطوطة على عاتق المدقق. يعني بالتأكيد يعني أستاذ مأمون قصصت علينا الكثير من الأسئلة. نحدد للسادة المشاهدين موقع المكتب وكيفية التواصل معكم. إحنا موجودين في جبل حسين عمارة البنك الإسلامي مكتب 504. إحنا موجودين بالمكتب رقم الطابق الخامس مكتب 504. نعم الأرقام تظهر على الشاشة الآن والعنوان التفصيلي. أستاذ مأمون يعني في نهاية لقائنا يعني إحنا بلد الأمن والأمان، بلد الهاشميين، يعني عن منظومة الأمن والأمان بالتأكيد تعني الكثير لك. نتحدث عن موضوع الأمن والأمان بالأردن. سيدي يعني نحمد الله أن الأردن نشعر بالأمان ونفتخر أن الأردن يعني بعيش في منطقة حواليها كلها ملتهبة. الحمد لله الله ألهمنا والله رزقنا بقيادة قادرة على أنه يعني وسط هالأمواج كلها أنه ننجو يعني صحيح. ونركب، وهذا أكبر نعمة ترى الأمان والاستقرار، أنه ابنك يطلع حياتك استثمارك، هذا أكبر مكسب في أنه يكون موجود في البلد يعني. نعم. وندعي الله أنه يديمه علينا. آمين يا رب. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بالتأكيد تود توجيه بطاقة تهنئة لجلالة الملك جلالة الملكة والشعب الأردني، تفضل. يا سيدي بمناسبة الله يعني أبسط ما يقال يعني أنه كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تمكم على رؤوسنا ويديمكم بالصحة والعافية. آمين يا رب. سعادة الأستاذ مأمون إبراهيم الخوالدي أبو صهيب يعني من شركة الموثوق لتدقيق الحسابات من هنا من منطقة جبل حسين، احنا بنشكرك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي.